دلوقتي مشاهدينا هنتابع جولة في الصحف الإعلامية وزي تناولت الجرائم اللي بترتكبها قوات الاحتلال في غزة، طبعا مع احتدام وتصاعد الخلاف ما بين نتنياهو وبايدن، واللي بدأ طبعا يلقي بظلاله على قرارات الناخبين في إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. خلينا نروح مع حضراتكم لقراءة وافية ونعرف تفاصيل أكتر عن تناول الصحف الدولية للأحداث مع الكاتب الصحفي صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وبعد التحية هنبدأ معاك مع نيويورك تايمز اللي نشرت صور تم التقاطها بالأقمار الصناعية بتظهر جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني ألحق أضرار ودمر 6 مقابر في قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة، وده يعتبر جريمة حرب في حق الأحياء والأموات. يعني خلينا نتكلم عن هذه التفاصيل حسب ما كتب في هذا المقال وفي هذه الجريدة. صباح الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. طبعا هو جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلية لا تتوقف عند الأحياء، بل امتدت للأسف الشديد إلى الأموات، وشملت المقابر التي يعني تعد في كل الأديان السماوية مقدسة ويحظر الاقتراب منها. لكن طبعا أمام ما يجري في قطاع غزة من اعتداءات مستمرة على المدنيين وعلى السكان الذين دمرت منازلهم، أكثر من 80% من مساكن غزة تم تدميرها تماما، المستشفيات تم تدميرها، فلا عجب أن تمتد أيادي التدمير إلى المقابر، حيث نشرت صحيفة نيويورك تايمز يعني تحليلا لصور الأقمار الصناعية ولقطات بالفيديو أكدت أن القوات الإسرائيلية دمرت مقابر خلال توغلها في شمال قطاع غزة. الصحيفة أشارت إلى أنه تم تدمير 6 مقابر على الأقل، ويعني نشرت صورا لهذا التدمير، وأشارت إلى أنه يعني هذا الدمار شامل مقابر كانت سليمة. ووفقا للصحيفة طبعا هذه جريمة حرب مكتملة الأركان، تضاف إلى جرائم الحرب الإسرائيلية التي يعني منذ أحداث يعني منذ أكثر من 70 يوما، وهي تمارس جرائم حرب مستمرة ومتمادية، وهناك الكثير من هذه الجرائم، فيضاف إليها الآن يعني مسألة تدمير المقابر على رؤوس الذين سكنوها من الأموات. طيب أستاذ صلاح، هل ما زالت قوات الاحتلال بتواصل التفكير في فكرة التهجير القسري ورغم الصمود المصري؟ يعني احنا لسه في نيويورك تايمز برضو تحت عنوان الآلاف فروا من غزة بيشكلوا ضغط على الحدود المصرية، وأكدت الجريدة أنهم لا يستطيعون العبور إلى مصر لأن الحدود محصنة وبشدة. هو طبعا الجرائم الاحتلال الإسرائيلي أيضا يضاف إليها مسألة التهجير القسري، وهي ضد القوانين والأعراف الدولية التي يعني الأمم تعرفت عليها بعد الحرب العالمية الثانية تحديدا. هناك قوانين للحروب، وأعتقد أنه جريمة التهجير القسري التي ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلية تعمل على إجبار الفلسطينيين على النزوح رويدا رويدا، والآن وصلوا إلى منطقة رفح، وهناك استهداف بالفعل للفلسطينيين ومحاولات متكررة لتهجيرهم. وطبعا مصر وقفت أمام هذه المخططات منذ اليوم الأول ومنذ إعلان ذلك من جانب إسرائيل. أعتقد أن القيادة المصرية كانت صارمة في هذا الاتجاه، ورفضت تماما مسألة تصفية القضية الفلسطينية أو مسألة إجبار الفلسطينيين على التهجير القسري من قطاع غزة إلى مصر، وقالت أن هناك خطا أحمر للحدود المصرية، لا يجب أبدا أن يفكر يعني مجرد تفكير في الاعتداء على الحدود المصرية، لأن مصر لن تسمح بذلك. وبالفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار وأكد عدة مرات سواء في المؤتمرات الصحفية أو من خلال لقاءاته التي عقدها مع القادة أو الاتصالات التي أجريت معه أو تلك التي أجراها، أكد على هذه المفاهيم وأكد أن ثوابت مصر مستقرة في هذا الاتجاه، وأنه لا يمكن السماح بتهجير قسري للفلسطينيين، وأن تصفية القضية الفلسطينية أمر مرفوض تماما بالنسبة للإدارة والقيادة المصرية. فأعتقد أن هذا المنهج لن تنجح إسرائيل، ومصر تقف أمامه بكل صلابة وكل قوة، لن يسمح بالتهجير القسري للفلسطينيين تحت أي ظرف وتحت أي مسمى.
طيب أستاذ صلاح، في نفس الموضوع، يعني من خلال معايشة من داخل غزة بجريدة ديش بيجل الألمانية، معروف أن ألمانيا من أكثر الدول الداعمة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في عنوان جولة في الجحيم مع الجيش الإسرائيلي في غزة. المراسلة بتقول: لا نرى فقط الأنقاض والمباني والدبابات كما كان الحال، اليوم ولأول مرة سنرى أناسا لاجئين حقيقيين. هو طبعا الأمر ليس مستغربا، احنا يعني دلوقتي داخلين في الشهر الثالث على التوالي، هناك بالفعل مأساة إنسانية يعيشها السكان داخل قطاع غزة. ديريش بيجل يعني عندما أشارت إلى هذا الموضوع لم تأتي بجديد، لأنه الموضوع منذ بدأت الحرب على قطاع غزة بعد عملية 7 أكتوبر، والقوات الاحتلال الإسرائيلية لا تفرق بين الأطفال والنساء، ورأينا أكثر من 17 ألف شهيد حتى الآن، إلى جانب أكثر من قارب عدد المصابين أكثر من 52 ألف مصاب. المساكن التي دمرت أكثر من 80% من حجم القطاع، أصبح الناس الآن في العراء مع هذا الشتاء وهذه الأمطار، فالمأساة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. المستشفيات الآن أصبحت غير قادرة على استيعاب هذه الأعداد الهائلة من المصابين والجرحى الذين يعني المستشفيات عجزت تماما عن استقبالهم، ناهيك عن أيضا افتقار قطاع غزة إلى وسائل الإعاشة البدائية حتى، فالسكان لجأوا الآن إلى يعني الخيام، لجأوا الآن إلى استخدام الحطب واستخدام الأدوات البدائية في إعداد بعض ما تبقى من الطعام لأولادهم. فأعتقد أنه حجم الدمار شامل السيدات والأطفال، 80% من حجم الذين استشهدوا هم من الأطفال والنساء، فده بيدحض المزاعم الإسرائيلية التي يعني تقول بأنهم يهاجمون حماس أو يهاجمون المقاومة الفلسطينية. لا، الآن القتلى والجرحى هم من الأطفال والنساء، فأعتقد أن العالم بأسره يشهد ما يجري على أرض قطاع غزة من استهداف للمدنيين، استهداف للأطفال، وبالأمس شاهدنا استهداف للصحفيين. أعتقد أنه حتى زميلنا المصاب المصور الذي ترك بدون أي إغاثة لمدة 5 ساعات أو 5 ساعات ونصف دون أن تسعفه سيارة إسعاف أو أي، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلية كانت تحاصر المكان الموجود فيه، فطبعا قضى بالرغم من أنه كان مصاب كان يمكن أن يعالج. لكن طبعا هذا تمادي في استخدام القوة والإفراط في استخدام القوة على هذا النحو، أصبح العالم يشاهده وأصبح على مرأى ومسمع من العالم بأسره. طيب أستاذ صلاح، هنروح مع حضرتك لول ستريت جورنال. فيما يبدو أن نيرانهم انعكست عليهم مع مقتل 3 من الجيش الإسرائيلي، بما قالوا أنه نيران صديقة. بنقرأ في الخبر ده أن المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هجاري قال أن الجيش الإسرائيلي قتل 3 من الرهائن عن طريق الخطأ بعد أن ظن أنهم يشكلون تهديدا. عايزين نفهم بس الكلمة دي ما معنى أن يشكلوا تهديدا، وهل يعكس ده تخبط في الجيش الإسرائيلي من وجهة نظر؟ هو طبعا ده بيعكس زي ما حضرتك أشرت تخبط شديد في مواجهة الموقف، لأنه 3 من الرهائن لا نعلم ظروف فرارهم، هل فروا نتيجة قصف المناطق التي كانوا موجودين فيها. هناك تخبط حتى في البيانات التي تصدر بخصوص هذه الواقعة تحديدا. لكن طبعا هو الموضوع كان ملفت، وجيش الاحتلال الإسرائيلي أشار للمرة الأولى أنه تم يعني قتلهم بالخطأ 3 رهائن. اعتقد الجيش الإسرائيلي أنهم يشكلون تهديدا على القوات الموجودة في هذا الموقع. اعتقد أنه المسألة تم نقل طبعا الجثث إلى داخل إسرائيل لفحصها، تم الإعلان عن شخصيتين، والشخصية الثالثة عائلتها رفضت الإعلان عن الاسم حتى يعني ده شأن يرجع لهم. لكن طبعا بالأمس كانت هناك فضيحة داخل إسرائيل، يعني أهالي الأسرى لدى القوات المقاومة خرجوا أيضا بمظاهرات. أعتقد أن المظاهرات ستشتد اليوم، لأنه اليوم يوم راحة داخل إسرائيل. فأعتقد أنه النهاردة حتى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال أنه يشعر بالحزن على هؤلاء، يعني ولا يشعر بالحزن على أكثر من 17 ألف استشهدوا جراء العملية العسكرية
الجنوبية. فأعتقد أنه هذا التخبط داخل الجيش الإسرائيلي هو نتيجة فعلية لهذا العدوان القاسم على قطاع غزة، إلى جانب أنه خسائر الجيش الإسرائيلي نفسه لا يتم الإعلان عنها بشكل مباشر وبشكل صريح، ونعلم عنها بمحض الصدفة أو عن طريق التسريبات التي تأتي من الصحف الإسرائيلية أو وسائل الإعلام التي تشير إلى أن حجم الإصابات داخل المستشفيات حجم كبير قياسا بما يعلن من جانب الجيش الإسرائيلي. يعني صحيفة آرتس يعني منذ يومين أشارت إلى أنه عدد المصابين الذين يصلون إلى المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج من الجنود الإسرائيليين يعني أكثر بكثير مما يعلن من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية. فهناك تخبط بالفعل في هذه الأعمال، وهناك بالفعل بعض الأعمال غير المعلنة، إلى جانب أنه يعني العملية العسكرية نفسها حتى الآن يعني الجيش الاحتلال الإسرائيلي في مأزق، لأنه لم يحقق الأهداف الحقيقية التي أعلن عنها منذ بداية هذه العملية. نعم، نشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. نشكرك يا فندم جزيل الشكر.